بدون النظام العام وبدون الدولة. وهذه الحالة تحدث في المسيحية، لأن المسيحية تعيش، الجماعة المسيحية تعيش مسيحيتها داخل الكنيسة، فده الإطار. في الإسلام الإطار هو الإطار العام، وبالتالي الجماعة المسلمة تعيش إسلامها وتحقق إسلامها في الإطار العام والنظام العام والدولة. لكن الجماعة المسيحية تعيش داخل الكنيسة. أحيانا المسيحيين يتصوروا إنه هذا الشأن يمكن أن ينطبق على المسيحيين والمسلمين. بيتصوروا أيضا إنه يمكن الحفاظ على الدين في مصر رغم أنانية الدولة، وهذا تصور خاطئ، وهم أول من يدفع ثمنه، وهم يدفعون ثمنه، يعني بالفعل يدفعون ثمنه. يدفعون ثمنه لأنه النظام في مصر غير قادر على تمرير قانون الأحرار الشخصية. ودعنا نعود إلى الحكم الإسلامي، إلى بقايا الحكم الإسلامي. كيف كانت تصدر لائحة الأحرار الشخصية؟ وأنا كانت تسمى لائحة ولا تسمى قانون، ولا تصدر من أي جهة مخولة بإصدار قانون، هي تصدر من الكنيسة المخولة بهذا الشكل وتعتمد، ثم يعتمدها الملك أو الخديوي بناء على أن هذه الطائفة صادر بها قرار إنشاء من الباب العادي بس. وبالتالي الصحيح أن يصدر لائحة الأحرار الشخصية طبقا للشريعة الإسلامية من الكنيسة مباشرة بدون ما للشعب. لكن في حالة الدولة العلمانية والقانون الوضعي، الدولة تشعر بحرج كيف تخرج هذا القانون، يجب إدخاله مجلس الشعب. وعلى فكرة في معلومة تغيب عن بعض، إنه في 2009 تم إحداث لعبة قانونية، مجلس الملك أصدر لائحة جديدة اعتمدت بخدمة رئيس الدولة رئيس الجمهورية، نشرت في الوقائع الرسمية حتى تكون بديل عن اللائحة القديمة دون الدخول في حرج تمريرها داخل مجلس الشعب. ما عدتش على مجلس الشعب، ما عدتش في القناة الرسمية. القضاء رفض التنفيذ، قال ليس بهذه الوسيلة تصل لنا القوانين التي نلتزم بتطبيقها، القوانين تأتينا من المجلس التشريعي، ما نعرفهاش. فرفض الإسلام تنفيذه. الآن الدولة دخلت في حرج بحكم أنها تريد أن تكون دولة مدنية وبين قوسين علمانية، أنها ستدخل قانون إلى مجلس الشعب لا يجوز لمجلس الشعب تعديله، ولا يجوز له مناقشته وإدخال أي تعديلات به، لأنه طبق للشريعة الإسلامية هذا حق لمؤسسة الطائفة التي هي الكنيسة. كيف تفعل هذا؟ يعني الدولة محرجة أن تنفذ الشريعة الإسلامية لمصلحة المسيحيين، وهي تمتنع عن تنفيذها لمصلحة المسلمين، وهذا موقف حرج بالفعل. ولكن حتى الآن لم تترك الكنيسة أو الجماعة المسيحية أن في ظل العلمانية لن يكون للدين قداسة، ولن تكون للكنيسة قداسة. ده مش متصور عندهم حاليا حتى الآن. طب اخر يعني معلش مع الخطاب ده، خطاب كلمه الامبسنده الاخيره اللي اغضبت الانجليين بان الكنيسه هي مش عارف وكيل الله في الارض او حاجه بالمعنى دوت. الخطاب ده كان غريب يعني، حتى ما رحناش على المصريون ان ده اغضب يعني الانجليين، وازاي يتقال كده، وان يعني دوت ده فيه تجرؤ يعني زايد عن الحد، ووصف البابا بان هو يعني يعتبر يعني قريب من ان هو مشرع او كلام من ده. دوت يعني وجود خطاب ده دوت في التوقيت الحالي، فعنيه ان هو خلاص اصبح فعلا ما فيش من المسيحيين من هو يعني في قوه ان هو يعرض الكنيسه، يعني ان هو يعرض الكنيسه وسيطره الكنيسه كامل على الشعب، لدرجه ان هو اصبح ان هو يعني الشعب زي ما بيقولوا كده هو بيقول امين، ما فيش تفكير. ولدرجه ان حتى انا التفت ليه جدا، وكان غريب من الواشنطن يقول الكلام ده واغضب الطائف الاخرى يعني. فالتصريح حضرتك ايه للتصريح ده في وقت ده؟ يعني باين عايز يبين للشعب قوته في ان هو مش من حق حد يعارضه، مش من حق حد يبدي راي، ايه الغرض منه يعني؟ لا بالطبع، لانه يعني هو حدث في البدايه تفويض تدريجي من الشعب القبطي للكنيسه لتكون ممثله وقائده في جميع شؤونها. عاده التفويض بيبقى المرحله، وتنتهي مرحله اعطاء التفويض او سحبه، وبعد ذلك تتاسس اوضاع لا يمكن تغييرها ويصعب تغييرها. وبالتالي هذا هو محدد انه الادوار التي اخذتها الكنيسه اخذتها وتمارسها عن قناعه، وبالتالي تغيير هذا الوضع ليس امرا سهلا. بل دعني اقول لك انه في حاله وجود قيادات كنسيه في مستقبل ما تختلف عن هذه الرؤيه وتريد تغييرها، ليس الامر سهلا، لانه حدث ترتيبات مؤسسيه
أدت إلى وضعية مختلفة لرجال الدين. طبعا في الكنيسة الأرثوذكسية طبيعي رجال الدين لهم وضعية مختلفة في الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية عن الكنيسة البروتستانتية. الكنيسة البروتستانتية رجال الدين هم أفراد من شعب الكنيسة متفرغين لأداء المهام الدينية مثلهم مثل بقية شعب الكنيسة. في الكنيسة الأرثوذكسية لا، هو له وضعية روحية مختلفة، وبالتالي في ظل هذه الوضعية الروحية كان المفروض ألا تقوم الكنيسة بأي وظائف خارج الإطار الديني، لأن سلطتها الدينية والروحية قوية جدا، وبالتالي عندما تقوم بمهام أخرى في مجال وأنشطة سياسية ومدنية أخرى ثم تجعل كل الأقباط أعضاء في هذه المؤسسة التي تمثلهم في كل القضايا، هذه التركيبة تجعل الكنيسة سلطة واسعة جدا، تجعل لها نفوذ ليس فقط روحي بل روحي وأدبي ومادي وسياسي على الأعضاء. أيضا شكلت نمط من تصرف الأقباط أنهم يلوذوا بالكنيسة في النهاية. هو الآن حتى داخل الأقباط لا يوجد اعتراض على هذا الوضع. طبعا ده معلش يعني ده نتيجة قصد من الكنيسة، يعني أنا حصل هنا يعني حصل إيه؟ نوع من يعني التلبيس شوية أو الخلط ما بين الأمور الدينية والأمور العامة أو السياسية أو الكلام ده، وخلط الاتنين في بعض، تمام؟ دوت حصل بالنسبة بقى لشعب الشعب المسيحي نفسه، أو شعب الكنيسة. ده يعني الكلام ده عن قصد من الكنيسة وخلط الأمور عند الشعب بحيث إن هو ما يفرقش بين الاتنين، مع الوقت يحصل اندماج بين الاتنين فعلا، ولا أصبح إن خلاص الشعب هو شعب الكنيسة وهو يعني يعتبر زي ما نقول هو سعيد بأمر ده، إن يبقى الكنيسة السلطة الواسعة ديت وتبقى ليه هي ظهر من بقت قوة بالنسبة له، ظهر يحميه، فهو موافق وهو عارف إن في خلطة كان هو موافق، باعتبار إن ده بقت تمثله نوع من أنواع القوة ما كانش موجود قبل كده. يعني هو المثال الاول كما ذكرت انه عندما بدات بعض الحركات المسيحيه تتشكل في الجامعه، بدات هذه الحركات تمارس انشطتها انشطه طلابيه وانشطه اجتماعيه متعدده مثلها مثل الحركات الاسلاميه. يعني بدات اول حاجه بطبع المذكرات وتوزيعها واعطاء دروس وتقويه وهذه الانشطه. من البدايه هذه البدايه كانت مبادرات فرديه شعبيه، يعني من اقباط انفسهم المسيحيين بدأوا يجعلوا ليهم حالة داخل الإطار الديني داخل الإطار المسيحي يمارسوا فيها أنشطتهم. ثم بدأ الكنيسة تستقطب هذه الحالة داخلها. يعني نستطيع القول أن المسيحيين أرادوا أن تكون الكنيسة أكثر من كنيسة، وساعدت الكنيسة بذلك، وبالتالي هناك شيء متبادل حصل. يعني عن وعي بشكل كده فاهم إن الأمر ده مش مستحيل. لانه شعب الكنيسه وجد بقى في مرحله التحولات الفوضى الاجتماعيه والتحولات الكبرى من السبعينات ومن بعدها، وجد نفسه مؤسسه موجوده لها شخصيه اعتباريه يستطيع ان يمارس من داخلها نشاط. يعني مثلا لو مجموعه من المسلمين عايزين يمارسوا اي نشاط هيبحثوا عن اطار يتحولوا لشخصيه اعتباريه لها خدمه. مظبوط. لكن اي مجموعه مسيحيه فاضطروا لانشاء جمعيه، اي مجموعه مسيحيين عايز يعملوا نشاط كل جوه الكنيسه شخصيه اعتباريه لها حاجه. لما دخل جوه الكنيسه وجدوا ان الكنيسه لديها قدرات وامكانيات، وهم يستطيعوا بامكانياتهم وقدراتهم ان يمارسوا ما يريدوا من انشطه، وان يبنوا مباني اجتماعيه ويعملوا نوادي رياضيه، ويستطيعوا وهي لها شخصيه اعتباريه موجوده ومستقله قويه فعلا ومستقله. هي لا يراقبها الرقابه الاداريه ولا الجهاز المركزي للمحاسبات ولا اي حاجه. وبالتالي انت داخل اسوار الكنيسه يفترض انك تقوم بنشاط ديني طبقا للشريعه الاسلاميه، اعطيت الحق فان تمارس ما شئت، لانه بالنسبه للشريعه الاسلاميه الدوله الاسلاميه ليست حكما على العقيده ولا ترغم في العقيده المسيحيه تتركها. طبعا التوسع الحدث ان النشاط اصبح رياضي واصبح ترفيهي واصبح تعليمي واصبح كورسات كمبيوتر وتعليم لغه انجليزيه وتوسعت الانشطه. لكن هذا الاقبال من المسيحيين، هذا القبول من قيادات المسيحيه، لو سألتني من الفاعل أقول كلاهما. وهذه مسألة مهمة جدا. هذا أمر لم يفرض على المسيحيين في مصر، هذا أمر كان برغبة المسيحيين والكنيسة معه. ده عايز تمد قوته من الكنيسة والكنيسة تسمى الشعب ال وبالتالي هي حالة تراضي حتى الآن. يعني أنا كان بالنسبة لي ده كان يعتبر يمكن بقى أول خيط في موضوع كمية شحاتة، في نقطة إن فعلا دلوقتي الشعب المسيحي بقى حاسس بالقوة، يعني حاسس بالقوة إن طبعا
ان مفيش حاجه دلوقتي من حقي ان انا اطالب واحده، من حقي ترجع، ومن حقي انها تحتجز، ومن حقي انا ما حدش يضرب مني حاجه، وبخرج في مظاهرات و... على فكره يعني ممكن، يمكن القول، يمكن الاضافه انه بعض المسيحيين اللي ارادوا دخول الاسلام، شابات وشبان، بالنسبه للرجال، رجال صغار السن، بالنسبه للسيدات صغار السن او كبار السن، باعتبار انه المراه دايما تحت ولايه معينه، يعني تحت حمايه مع عرض العيله، تم ارجاعهم للكنيسه وارجاعهم للمسيحيه بفعل التوافق ما بين القدر الشريف وجه الازهر. بيرجعهم يعني بيرد الازهر، بيرد بعض ال ايوه اللي هي جلسات اللي هي النصح عن طريق يردهم لجلسات النصح ولا يعود مره اخرى. طيب هي في نقطه، لكن هذه القصص تكررت كثيرا عبر ال 20 سنه الماضيه دون ان يذكر، يمكن من الثمانينات وهي طبعا بيحكي، دون ان يذكر ان احد من الناس الشخصيه غير معروف، وحدث الامور سريعا بعيدا عن الاعلام، وبالتالي ماذا يشعر المسيحي العادي؟ اولا في مصر يجب ان نعترف انه بالنسبه للاسره المسيحيه والاسره المسلمه من يغير دينه كمان خرج من ولاء الاسره وخان الاسره، ويعني هذه الأسرة تأثيرات اجتماعية سلبية على الأسرة إن كانت مسلمة أو مسيحية. بالتالي عندما تشعر الأسرة أن الابن الذي يريد أن يخرج من دينه ويخرج من الأسرة يمكن أن تعيده عن طريق الكنيسة، هذا أمر له تداعيات وله ثمن، لأنها بالفعل لجأت للكنيسة وحققت ما تريد. لو لجأت لأي قسم بوليس لن تحقق أي شيء، لكن عندما تتصل الكنيسة بالأمن والأمن يرتب مع الأزهر يتم إعادته مرة أخرى. هناك حالات اخرى بس لم يعني لم يصل الامر الى حد الاصرار، ولم يصل الامر الى حد الاحتجاز، ولم يصل يعني لم يصل ما حدث في قضيه وفاه قسطنطين والاخريات، لكنهم عادوا الى عائلاتهم وعادوا الى المسيحيه ومارسوا حياتهم مره اخرى. فكره الاحتجاز دي ايه الهدف منها وليه؟ لانه الاحتجاز بدا مع وفاه قسطنطين، وانا اظن انها رفضت العوده بالكامل للمسيحيه. وبالتالي لم يكن هناك حل الا الاحتجاز. وبالتالي لا يستطيع احد ان يقول، يعني الكل معترف انها ذهبت لاشهر الاسلام. كل معترف مصر الواحد اللي نائب العام وقالت انا مسيحيه وهقول مسيحيه ومسيحيه، اللي دايما يعني دندنوا حول لا الموضوع بعد احتجاز بعد احتجاز بعد احتجاز فعلا عملت وقالت. يعني دعنا نقول ايه؟ انه منذ ان تركت المنزل وقبل ان تحتجز في هذه الفتره كانت تريد إشهار إسلامها، ما أعرفش أكملت البركة ولا لا يعني، أين كده، ولم تقل أنها تريد أن تعود المسيحية، وأي قول آخر حدث بعد أن احتجزت فلم تعود. وطبعا في واقعة شهيرة جدا في عندما ذهبت للنيابة، أنه دخل معها رجال الدين مع المحامين، ووكيل النائب العام رفض. معلش أنا معلش حاجة بس سواء أنا في حاجة يعني هي لفتة انتباهي شويه. هي دلوقتي نقطه ان الكنيسه ان دلوقتي يحصل اي واحد اي واحده حتى لو كان الزوج كاهن او الزوج قس او اي حاجه من الناس دي ان هي تسلم، اما الموضوع يتم الصمت هي تسلم وخلاص وتروح مش عايزينها، ان الامر ده بالعكس ده قد يكون هو افضل، بحيث ان انت امر دلوقتي ان انا ابلغ الامن والامر يتم اعلاميا وترجع وتحتجز، ده امر يسبب حرج للكنيسه نوعا ما، فليه الكنيسه تضطر انها تحط نفسها في الحرج ده؟ طب ما تسيبها وتكتم على موضوع عالمي مش عايز، ولا كان الموضوع تعرف ولا اي حاجه، زيها زي غيرها من اللي بيقسموا عادي. هو يعني ايه لو وضعنا نفسنا في موضع الجماعه قليله العدد التي انعزل، اللي بتشعر انه اذا وصل الاسلام وطرق ابواب بيوت الكهنه، ثم بعد ذلك ربما يطرق ابواب من هم اعلى درجه كهنوتيه من هذا، وانه هذا يمكن ان يشعر الجماعه المسيحيه انه زوجه الكاهن التي يفترض ان تعرف المسيحيه اكثر من غيرها خرجت من المسيحيه، فهذا قد يبلبل او يؤثر على بعض الزوجات الاخريات او ضعف النفوس او ضعف النفوس فيؤدي الى، فانت بتتعامل مع جماعه بتفترض انها في خطر حقيقي وبتفترض انها مهدده بالفعل ولديها هذه القناعه ايا كانت الوقائع التي تحدث، وتتصرف بصوره، وهذه مسألة مهمة، تتصرف بصورة تعرضها لخطر حقيقي بدل الخطر المفترض الذي تفترض. وأصبح خوف فعلا القناعة دي. ودي مسألة مهمة يعني حتى في مقالات نازلة من يوم الأربعاء القادم على موقع المصريون تناقش هذه القضية. هذه القضية مهمة جدا. إنه بالفعل إحنا وصلنا لمرحلة
الجامعة المسيحية في مصر تفترض أنها تتعرض للخطر، تتصرف بشكل يعرضها لخطر حقيقي أكبر من أي خطر مستقبلي.